الدنيا يا عمي تغير. في أشخاص يبنون حياتهم على نهاية حياة أشخاص ثانيين، يسوون أي شيء بس علشان يوصلون حق اللي يبون. شو اللي قوى عينها عليه؟ نفرز كل شيء، قوة وسند وظهر. ما راح يهدى لي بال إلا عقب ما أخذ حلال صالح كله. ما راح تقولي شنو مكتوب داخل الوصية؟ ما عنده قلب، ما عنده إنسانية. الفلوس تخير الفلوس. طبعا ما يبشر بخير. والله وطلع لك لسان بعد ما حصلت لك كم فلس. أكل أحل واحد. أرجع حلالك كله. سامحني خطيت. غدا السادسة بتوقيت السعودية على MBC1.